إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله. القرآن عمار للدارين، القرآن عمار للدنيا وعمار للآخرة. اقتضت حكمة الله عز وجل أن يستضيفنا في هذه الحياة، وحياتنا قصيرة ولو طالت، والحياة أقصر من أن نقصرها. واقتضت حكمة الله عز وجل أن يرسل النبيين والمرسلين هداة للناس جميعا. المرسلون والأنبياء أرسلهم الله عز وجل ليعرفوا المخلوقات بخالقهم جل جلاله، ليتعرفوا عليه، ليعرفوه ويعبدوه ويوحدوه ولا يشركون به شيئا. وهو الأصل الجامع بين جميع الكتب السماوية وبين جميع النبوات والرسالات، كما قال ربنا في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم الذي أوحي إليه علمنا بأن الكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله، كما قال ربنا عز وجل في سورة البقرة الآية 256: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقدر الله عز وجل أن يجمع في القرآن الكريم ما تفرق في غيره، فقال ربنا في سورة الإسراء في الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا التزمنا هدي القرآن سنعمر الدنيا، الدنيا تتحول إلى عمار، نعمر الدنيا بالقرآن. قال ربنا عز وجل في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نعمرها بأن نحقق مقتضيات استخلافنا فوق الأرض، نعمل وكل ميسر لما خلق له. الفلاح يؤدي دوره في الزراعة والفلاحة ليحقق لنا الأمن الغذائي، وإذا تحقق الأمن الغذائي تحققت أنواع الأمن الأخرى. فالأمن الغذائي أساس متين، قاعدة صلبة ينطلق منها الإنسان في البناء الحضاري وفي الإقلاع الحضاري. فالأمة الجائعة لا يمكن لها أن تحقق إقلاعا حضاريا على وجه القطع واليقين. نعمر الدنيا، نعمر الأرض بالزراعة والفلاحة والغرس.
ونعمر الدنيا بالبنيان، بالمساجد، بالمصانع، بالشركات، بما نقدر عليه في تحقيق العمران، فنعمر هذه الحياة بهذه البنايات وباستخراج الكنوز المبثوثة في الأرض من أجل تحقيق هذا المبتغى، ونحقق عمار الأرض بأدائنا لفروض الكفاية. ففروض الكفاية أمر أساس في تحقيق عمار الدنيا. تنتشر هممنا في هذه الحياة، تنتشر الهمم في علم، في مجال علم الفلك، في التكنولوجيات المختلفة، في علم الجيولوجيا طبقات الأرض، في علم الجغرافيا، في علم التاريخ، في علم النفس، في علوم اللغة، في جميع العلوم. لابد أن تنتشر هممنا في هذا الكون، في الفسيح، وفي هذه الأرض الواسعة، من أجل تحقيق فروض الكفاية. فإذا قمنا بها برأنا ذممنا، وإذا قصرنا وأهملنا نكون مسؤولين أمام رب العزة جل جلاله. ولا بد ونحن نتحرك في هذه الحياة، لا بد أن ننضبط بقواعد الشريعة. فالشريعة تضع معالم في الطريق، هناك حلال وهناك حرام. إذا تحركنا في المجال الاقتصادي مثلا، نعم نعمر، نؤسس البنوك والمؤسسات المالية، ولكن لابد أن نراعي أحكام القرآن، أحكام السنة في ضبط العلاقات الاقتصادية والعلاقات المالية والتجارية. ربنا يقول في سورة البقرة في الآية 275: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن هي آية تضع لنا حدا فاصلا بين الإباحة والحرمة، بين الحلال، المعاملة المباحة الحلال، والمعاملات المحرمة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الغرر، فهناك معاملات مشروعة نصت عليها الشريعة، وهناك معاملات محرمة أيضا وضحتها الشريعة وبينتها. أكبر آية في القرآن هي الآية 282 من سورة البقرة، تحتل صفحة كاملة، الصفحة اليسرى من المصحف الشريف: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تحدثت هذه الآية عن أحكام البيع وأحكام التوثيق والرهن والتبادل التجاري والإشهاد، وختمها الله عز وجل بقوله: واتقوا الله ويعلمكم الله. آيات مبثوثة في القرآن الكريم تعلمنا كيف نعمر الدنيا، فبالقرآن نعمر الحياة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين والمرسلين. القرآن عمار للآخرة، فإذا عمرنا هذه الدنيا بما أوتينا من قوة وبما أنعم الله عز وجل علينا من هبات ومن نعم لا نحصيها عددا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا بد أن نفكر في عمار الآخرة، فربنا عز وجل حقق هذا التوازن في قوله تعالى: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا بد أن نفكر في الحياة الأبدية، فالدنيا فالحياة قصيرة ولو طالت، الحياة ممر ولكن الآخرة مقر. فإذا كانت الدنيا ممرا فإن الآخرة هي المقر، وتبدأ رحلة الخلود من الموت، وكلنا ميت ولكل أجل كتاب. سنلقى الله حتما متى شاء. ربنا قال: وإذا جاء أجلهم
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن كيف نلقى الله؟ كيف نلقى الله؟ الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار؟ الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. ما للناس سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار. لا يمكن أن نعمر أخرانا إلا بالتوحيد الخالص، إلا بالإخلاص، والخلاص في الإخلاص. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال ربنا في سورة الكهف في آخر آية، الآية 110: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله عز وجل في آخر ما أنزل في سورة البقرة الآية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعمر الحياة بالقرآن، ونعمر الآخرة بالقرآن، ونستحضر في ذلك كله قوله تعالى في سورة التوبة الآية 105: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرم عليك. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا وأخواتنا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم افتح أبواب رحمتك لكل القائمين على هذه الزاوية العامرة، زاوية سيدي سحنون. اللهم يا رب اغفر للقائمين عليها والقائمات، اللهم اغفر لهم جميعا وارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم اسكنهم الفردوس الأعلى، اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن ترفع وباء كورونا وسائر الأوبئة عنا وعن البشرية قاطبة يا رب العرش الكريم، يا رب العرش العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. استووا واستقيموا يرحمكم الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.